الجزاء والحارس فراحي، فراحي يتألق، فراحي رجل المقابلة وبفرحة كبيرة لهذا الحارس الذي أنقذ مرة. توغل توغل، الكرة مرفوعة الرأسية، الحارس في استقبال هذه الكرة، رأسية إيسو في القائم الثاني، وفراح يتدخل علي مولودية الجزائر، الكرة مرفوعة مرة أخرى، الكثير من العرضيات هيئت الكتب بعيد عن كل مضايقة، ثم الكرة العرضية الأخرى التونسي خالد بن يحيى. الفريق الموسم الماضي في الوقت تسديده ممتازه، والحارس بروعه الى الركنيه، اول هجوم خاطف وسريع وتسديده ودفت ودفت الركنيه بسرعه قصيره ناحيه في الدفاع وفي الهجوم وفي الانطلاقه، انطلاقه سريعه سريعه كبيره كانت امام المولوديه لتعديل النتيجه، ولكن الهدف الذي ضاع على المولوديه، لقطة الهدف ضاعت على المولودية، كانت فرصة سانحة أمام الأرقام نوعا ما غير واضحة من جانب فوق قمصان فريق المولودية العاصمة. هذه التوزيعة كانت من جانب حسين عواد، انطلق تسديدة ممتازة والحارس في المكان عاكسة، هنا عواد حسين بروعة، الحارس فراحي بروعة، يدخل يتقدم بالكرة، التوزيعة موجودة والحارس في المكان المناسب، فراحي في المكان. آه يا قندوسي، كرة طويلة مباشرة، يا سلام، يعني مراقبة هذه الكرة، وإلا لكانت الخطورة لصالح أتلتيك بارادو، والهفوة الدفاعية للوفاق متفوقا بواحد مقابل صفر، وهنا الكرة مباشرة إلى الحارس فراحي في هذه اللقطة، مرور في المراوغة، تبادل بشكل جميل ولكن من دون عنوان صح التعبير، هذه الكرة مباشرة تمكن من دخول، يا سلام، با 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 با، كرة محاولة الانطلاق بين ثلاثة لاعبين، التبادل ولكن الدقة غائبة والكثافة كذلك غير موجودة، مباشرة إلى الحارس فراحي، حارس فراحي موجود في المكان المناسب. الحارس بقبضة اليدين بالرأس من واقي من جديد، خروج موفق فوق الجميع على الجهة اليسرى داخل منطقة العمليات للحارس في المكان المناسب في الراحي، ومحاولة ولكن تأتي هذه التوزيع العرضية مباشرة للحارس، تضيع الكرة على هذا المستوى من دفاع، عودة للحارس من شعبي في الراحي، يرسل كرة مبيا منصوري في أول كرة بعيدة مباشرة للحارس سهلة، أراد أن يختبر الحارس ولكن الكرة كانت ضعيفة. لاري رافيقو، تبقى الكرة مرفوعة ولكن سوء تفاهم، سوء تفاهم بين من الجانب عناصر المولودية، المتابعة وخروج موفق، والخروج موفق هذه المرة لفراحي، فراحي قراءة جيدة
في الشوط كانت الحصار تمرها ناحية الجهة اليمنى من الكرة العرضية مرفوعة إلى والعرض على الأقل موجود بالنسبة لفريق ملودية الجزائر. محاولة داخل منطقة العمليات وخروج وارد في كرة القدم. كرة القدم لا تؤتمن الرأسية وفرحي في استقبال هذه الكرة والحكم مباشرة بعدها يعلن عن نهاية المقابلة. 8 ماي وفي حال تحقيق نتيجة إيجابية اليوم نتساءل هل سيتراجع حسام البدري أم أن